طبعا جينا نتفرج وان شاء الله نتمنى الفرقه اللي تلعب كويس تغلب، ونتمنى ان الكاس ما يطلعش بره الاهلي او الرجاء او الوداد. في حاله البن ما تحلوش هنقول لك ما قدر الله ما شاء فعل، هنتفرج على الماتش في اي قهوه وربنا ينصر اللي يقدر يكسب. احنا بنقول هذه مباراه لنادي الرجاء، والتنظيم الشعب هنا والتنظيم هو كويس، لكن في حاجات بتطلع جانبيه ما نقدرش نحكمها في وسط العدد ده كله. الناس تعبانه، الناس صايمه، الامن صايم، كله خدام، ايه المشكله يعني يحصل شويه هفوات؟ يعني ما نقدرش ان احنا لازم نسامح. احنا مستنيين ان شاء الله ربنا يفرجها ويشوف المسؤولين يشوفوا لنا حل وندخل ان شاء الله. لا احنا بندخله بالباسبور، ما فيش تقطع ورق، ده من كرم النادي الراجع علينا والحكومه المغربيه ان احنا بندخل بالباسبور، ما فيش اي اوراق. في حدود 200 واحد، في حدود 200 فرد حاليا، واحنا في انتظار ان شاء الله ندخل، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. لا لا ما كانش مشكله، احنا واخدين على كده. انت عارف النادي الاهلي نادي برضو نادي القرن ونادي كبير وواخد على ضغط الجماهير، وان شاء الله ممكن هداك الضغط ده يتقلب للضد، مش يكون لصالح الفريق الراجع. ونتمنى ان شاء الله المباراه تخرج بنتيجه طيبه للجميعين سواء هنا او هنا. اتفرج لا هنط لا ان شاء الله هندخل ان شاء الله. في بعض المقيمين هنا في المغرب وفي اللي هم جايين مع الجاليه، استقبال حافل تبارك الله، حتى من توفير التيرانات التدريب كنا معاهم وكنا استقبال حافل بالنسبه ليهم، وما فيش اي مشاكل ما بين المغرب بصفه عامه والمصريين او المصريين المقيمين هنا.